تفاصيل النهارده، احنا لسه الصبح نطلع نشوفها. يا رب. بسم الله ما شاء الله، مسيادة الملطش ماسكة يا مماية وماسكة بلبل. ادي البلبل اهو، قول يا مماية. في صقور كده بتنزل عندي على السطح او بتعدي واطية خالص، بتخوف الطيور اللي عندي، فانا قررت ان انا احط لهم جزء عصافير في المصيدة. عملت لهم مصيدة، واحدة طارت. عملت لهم مصيدة خيات في مصيدة فيران، بحيث السهرة ما ينزل عليها تمسكوا ان شاء الله. هنحط لهم اكل ومية بس اما نخلص تصوير علشان ما يطيرش ذكر العصفة الرخر دي قافلة على الفاضي. خليها دلوقتي، عايزين نجيب طائر الجمام الأول لأنه ممكن يضرب المصيدة ويطلع. مبلول طبعا من الشتا، الدنيا شتت عليه. ده ما شاء الله الحصيلة زادت معانا اهي. نعدي بقى نجيب البلبل المعتاد بالخشبة. هناخده هنحطه في المطيار ده ان شاء الله مع زمايله. ده طائر الرفراف الأخضر أو طائر الرفراف الأزرق أو صياد السمك. هو كان بياكل سمك وأنا حطيت له سمكتين تانيين جوه أهو، ماسك واحدة. بيضربها في الأرض وبعد كده بياكلها، بينباع في سوق السيدة عايشة. في ناس بتطلبه بيعمل زي 50 جنيه أو 75 جنيه. في صديق للقناة اسمه أبو فهد عنده نعام وغزلان وحاجات زي كده، بيقول لي في ناس بتدخل الطائر دهوت واحدة واحدة بتخليه ياكل عليجة
او الـ او الـ اللهم صل على النبي بياكل العلاقه البادي والعلاقه بتاعه اللي بتاعه الكتاكيت و بس ما اعرفش هم بيدرجوها ازاي بقى في طريقه التدريج بتاعهم يعني بياكلوها له ازاي ما اعرفش. سمكه ثانيه وراي بس بياكل العليقه بعد كده وبيهجنوه مع طيور تانية مش فاكر قال لي طائر ايه والله بيهجنوه معاه وبيديهم بيديهم حاجه تانية طيور تانية خالص. حابب اتواصل مع ابو فهد دوت واشوف لكم التفاصيل او اصور لكم لما اروح ان شاء الله سوق السيدة عيشة الجمعه الجايه. انا نازل الجمعه الجايه ان شاء الله سوق السيدة عيشة المنزل هصور لكم معاه فيديو وهساله في النقطه ديت. هو طالب مني 4 قال لي هاخد واحد منك على 50. في شويه اطفال عندنا كده بيصطادوا وقلت لهم مسكوا واحد اهوت بالفكره اللي هي بتاعت مصيده الطماطم قفص طماطم او عداية طماطم اللي هي بنصطاد بها اليمام اللي هي نفس الفكره هوريها لكم القفص تحت اهو. حطوا سمكه تحت القفص واصطادوا بدل ما يحطوا حبه ذره حطوا سمكه واصطادوا صياد السمك ده. بمجرد ما تحط له سمكه صغيره شرايه كده من اللي هو البولت اللي بيبقى عندنا في الترع ده بيدخل ياكلها على طول. فمسكوا ده امبارح وانا جبته امبارح بقى المغرب كده ما لحقتش اصور فحطيته وسبته لغايه الظهر علشان يجوع. كنت حطيت له ميه بس وجيت بسم الله ما شاء الله حطيت له زي 3 سمكات اكلهم. وفي بقى تنظيف سمك تاني حطه في الصفيحه اللي معاه جوه دي. بص يا جماعه استضيفوا الفكره دي اللي هي القفص الطماطم دي. فكرة عبارة عن قفص او عداية طماطم اللي هي التقيلة العيون ضيقة اللي هي الفتحات دي ما بتبقاش واسعة ضيقة علشان الطير ما يطلعش. وبنربط فيها سلك من تحت نسيب ارتفاع 5 سم عن الارض بس اللي هو ده كده ارتفاع 5 سم بحيث الطير ما يدخلش من تحت السلك ده فاهميني. والخشبة دي بنربط فيها السلك كده ونجيب الخشبة دي برضو بنقطع الخشبة كده شايفين القطع عامل ازاي؟ وبنجي رابطين رابطينها ببعضها من تحت زي ما انتم شايفين كده وادي المصياده بتبقى كده. الطائر بيجي عشان الاكل مثلا بنحط له السمكه جوه هنا بمجرد ما بيشوفه طبعا بنحط له الكلام ده تحته بيجي يدخل يدوس على الحبل هنا فبروح ايه؟ القفص واقع عليه. نبقى عاملين فتحة هنا في القفص ربطنا بحبل زي كده نفتحها ونمد ايدينا نجيب الطائر او نمد صوابعنا بس من تحت القفص كده تمام ونكرش الطائر من الناحية التانية يقف على صوابعنا نمسك رجليه بالاصابع بس كده. الفكرة دي تصطاد صياد السمك ده للي عايز يصطاده يعني ماسك السمكة وهو جعان لسه بس كل سمكتين. هحط له بقى شوية مية واسيبه واروح اشوف العيال اصطادوا حاجه تانيه ولا ايه. ودي يا ماما ممسوكه معانا لان حاطين حبه ذره في المصايد كده. هو شاف التنظيف تنظيف سمك انا حاططه له وبياكل برضو المصارين بتاعه الطيور. يعني عندك اي حد تنظيف الطير في البيت المصارين بتاعه الطير كان فراخ او بطه او اي حاجه بناخد المصارين ونقطعها حتت صغيره بالمقص ونحطها له بياكل منها وبواقي التنظيف عادي بياكلها برضه. والسمك الشر الصغير ولو سمك كبير بنقطعه له كده. وان شاء الله الجمعه الجايه هنزل السوق قبل ابو فهد واصور لكم معاه مقطع فيديو. اكون اصطدت له 4 وعاوز 4 2 ذكور واثنين اناث فهخلي العيال يصطادوا على قد ما يقدروا. لو اصطادوا ازيد من كده برضه هاخدهم بحيث ان هو 4 ياخدهم والباقي ابيعه في الجماعه التجار الطيور البرية اللي عندهم فرش في سوق السيدة عيشة. بص هو خايف مني بس عاوز ياكل السمك مش هين عليه سيف. ما تنسوش تعملوا باشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعارات بمقاطع الفيديو الجديدة. وان شاء الله في معانا قناة عايزين ندعمها الاستاذ ضياء عامل قناة جديدة بتاعت صيد برضو هتلاقوا القناه ديت الرابط بتاعها فوق التعليق مثبت وفي وصف مقطع الفيديو. واللي عنده قناه عايز يدعمها يتواصل معاها على الواتساب 002-010-13-19-82-67 وهسيبه لكم برده في الوصف وصف الفيديو وصف اول وفي اول تعليق مثبت وفي وصف القناه.
الرقم اللي عليه الواتساب اللي هو 010، في 011 تاني للاتصال بس. واستودعكم الله. الصيادة العجيبة ماسكة يا مامائي الحصيلة النهاردة، وقع بيها كانت محطوطة هنا. تعال يا حل، الزغاليل بدأت تيجي، موسم التزاوج قرب ينتهي. الزغلولية يا جماعة لسه طايرة من العش، بصوا طالعة من العش جديدة خالص. بسم الله ما شاء الله، اوه كادت ان تطير. الريش بتاعها بيبقى اصفر لسه، وبيبقى فيها الشعر اللي هو بتاع الزغاليل، فعشان كده بنعرفها انها لسه زغلوله. يبصوا متبقاش لونها احمر غامق او طوبي كده، لونها احمر طوبي، دي بتبقى كبيره وحجمها طبعا صغير خالص.